يصاب العديد من الأشخاص بألم حاد يمتد من أسفل الساق إلى الحوض، يعرف بعرق النسا، أين يتوجه معظمهم لقطعه عند الشيوخ. فللقطيع أسرار وطقوس غريبة نتائجها تكون فعالة أحيانا. فالشيخ مالك مثال من عين الفضة، يقوم بالبحث عن عشبة بجبال المنطقة ويقوم بقصها ووضعها تحت قدم المريض ويتلو بعض الآيات القرآنية. نقرأ عليها آيات القرآن العظيم، كاين 14 صورة نقراها ونقص، نعمل عربي ونقص، ونخليها لواحد اخر من الاولاد ان شاء الله البركه هذه. ما دام يعفس الانسان يجيب له رب الشفاء وينحي عليها الضر مليح. ورد الشيخ مالك حكمة علاج عرق النسا عن والده وجده، وبدأ بمعالجة المرضى منذ عقود من الزمن، يأتونه من كل ولايات الوطن كما قصده بعض المغتربين. تمسد ثلاثة ليالي وتتوضى الوضوء الأكبر وتزيد تعاود ثلاثة ليالي ستة، وإن شاء الله رويجي بربي الشفاء إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. وإن شاء الله رأي ترتيح بربي، وشي النية عملوا على ربي. شيء على النية. وكش من أخي ربي هو الشافي. ربي أنا راني كنا حي الواحد يروح. من جهتها طبيبة شنيخة المختصة في أمراض الرأس والأعصاب تؤكد أن التوجه للشيوخ لاستعمال القطيع قد يضاعف من الحالة الصحية للمريض، فلا وجود لتفسير علمي لمثل هذه الممارسات. احنا نطرقوا لحكاية هذوكم اللي يقولوا معطيت لنا ونقطعوا نحو، احنا نقول المرضى باللي هذاك اللي قاعد يقطع ولا يدير ما عنده حتى علاقة بالطب وما يفهمش حتى العصب منين جا ولا كيفاه رايح. احنا نعرفوا الاناتومي ونعرفوا كلش، وزيد نقلبوا المريض يعني التشخيص تاعنا يكون صحيح، الدواء يبدا من التشخيص. هنا في الحالة هذه كاين مرضى يقول كان يتحسنت كي قطعت، وهي لا راي شوفي، لانه الالتهاب هذاك يمد مدة قادر يرتاح وحده بلا دواء. هذه الاولى. ثاني حاجة، معظم المرضى نفسيا يتحسنوا، لانه احنا نقولوا 30% من الدواء هو نفسي. هذا ويعرف عرق النسا بانه احد انواع الالام الشائعة في مجتمعنا. معظم من يصابون به تتراوح اعمارهم ما بين 30 و50 سنة، وقد تكون النساء اكثر عرضة.